فضيلة الشيخ، سائلة تقول: خطبني رجل ولكنه فقير وهو صاحب دين وخلق، فهل أتزوجه أم أنظر إلى رجل غني؟ أجيبوني أثابكم الله. إذا كان صاحب دين فإنها تتزوجه، وأما الرزق فيأتي الله به سبحانه وتعالى. تختار صاحب الدين لأن الدين هو أساس كل شيء، والرزق يأتي به الله عز وجل. نعم.